الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 25 باب الأمر بأداء الأمانة. أباب كشان إلى باتنات وهنا بابي هاي إن ليس فري إن أمانة لقته أمانة لشكو أمينو لشكو أمانة يستوين عدي كوغو أماني ستي هالكي أي كو كسي سعوتي إن مركا لقارسي أيو بابير. قال الله تعالى إلهي وحليه إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إلهي وحليه فريا ربي وحليه فريا إن أماناتك أقدتان ذاتكي لها تقارسيسان انت ساوى إنه وفر هذا حديث اللي نوكيني. وقال تعالى إلهي وكري إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة دي وحن بندق ني عرك يلولك يبورها با انتو بوا أي ديدين وأي كعذر دارتين إني أمانة داس أي حنباران وأنا أي كبقين. لكن وحن دبرك أردتي إنسانك لوصف ضادنا وإنسان يقول لي أنا دق دق رنتي وعوعنا وعمد وعمد ظلم بضان وأنا من الجهل بضان لبعض أسأل ما مرق قفك مرق سحوة وجو جنين وظلم أسهلين هاي قرأ شيء أقوانا عنه لهين وحكس أسهلين وأنا صابته كان تأين كل دق دق ما ندي إياه هاي بيلا ذلك اللي يداي. الحديث الأول هو الحديث 199 وكتابك حديثك وهذا بابك أهنا بقلي سجاشن السجال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي آية المنافق كالمنافقة على مديس 3 سدحوي إذا حدث مركو شيكينيو إذا أراد أن يحدث للناس كذب بنبو شيكا وإذا وعد هدو بلن وقلنا أخلف وجوبيا لا وباجيا وكبحا واجبيا وإذا أتمنى هدي لآمننا هدي لآمننا خان وخيام هيا الكعبة مكة محل شاهدك وبيت القسيدك حديث وكان هدي وحلو آمننا خان متفق عليه. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حتى هدو صومه أو صلاة أو شكت إنه مسلم هاي صفات النبي أو شيء أي دول تالول مرك نفاق ولا بنوع سيد الكفر ولا بنوع بيه نفاق حاجرة مخرج عن الملة قفك قال نما جارسيني النفاق حاجرة أو نفاق أو دون نفاق أه أو أن قال نما دي جارسيني على مدها نهض الله الشيء وحي أستين ينقف كاس نوع نفاق كمد إنه كجرو هدو قال هير وحلشته ويرادو بنت هي ديدي ميرا وحلي كلا سعسين كر هدام بين الشيء ويا وخس بينا بالله ما سيد وقاس وبرو وروح اللي يدي بتينا خيام حد ديدي هدو لسه اشتاق وحلشته مركز ومركز حرا الإسلام كنوع مجرو لكن أنت وحوجا isagoo damiirkiisu taniib ku sameynayo ay dhibayso laakiin baasha wuxuu kala furdaamin iska soo galeysa iyo beenta iyo xogaa tasaahul ka imanaya ballamaha inuu saa marka isaga dib u rajiyo shilimaad loo dhiibto ujeedkiisu aanu ahayn inuu dadka xoolahooda uu marka uu dardara laakiin duruufta ay ku keentay ama wuxuun si ay noqdeen markay taho kale xalina calaamaadka iyo falkaad samayso waa fal munaafiq لكن اعتقادك ما جرسن لكن خطر بدك جدا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وحي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رسولك لبا حديث بأنه الشيء قد رأيت أحدهما لبا حديث متكمد وان أركي جب جب بانوها وأنا أنتظر الآخر كان كلام سجية لبا الرموض بالنبي إنه جاور رمي منا إن ده جشنت أه أيام كو أركو جوب جوب بانوها منا ولي وانسوق جاي النبي صلى الله عليه وسلم وحوش شاقه
sida inay u dhacayaanan hubaa marka waan sugaya bi حدثنا حدثنا وحو النبي نو شيغي أن الأمانة أمانة ذي نزلت إن يسود دكتي في جذر قلوب الرجال رجع أما وضتك بصفة عامة قلوب توضا أي كسود دكتي جذر قو وشيء أصلك أصل أهم قفك مركي إلهي وأبو ري أمانة ذو إلا سعوتي وبروغرام بو أها يسو كبر مجيساً oo qalbiga u fadhido ayuu ilaahay amaanadii ama insaankii abuuray marka amaano waxa markay soo degaysay fi jidri quluubi rijaali dadka quluubtooda asalkeeda ay dhex fadhiday thumma anzal Allah thumma anzal nazal alquran hadana quraanka bay soo degay fa alimu min alquran quraanki bay ka barteen wa alimu min as-sunnah sunnah bay ka barteen marka arag laba shay mid فطريا innately ugu beeran insaanki way ku beeranta markii la soo dajji si laba dhagood iyo laba lugood u leeyahay amaanaduna ee marka ay ahayd mid ku barmajeysan oo isoo ku program ka soo way ku jirtay u watay sida loo yiraahdaba mid kasta ee la dhala waa muslim ilaahay inuu jiro aaminsan waa ku program kasta taa waxa uu hiniyay haddana quraan baa soo degay nusuus oo sunnadii baa timid oo sharxaysa تين ولا كبرت مرك الله مربع إلهي سبحانه وتعالى إنسان كي حجد وكو مرنا وأسو ديبي مرنا ما لي كبرتان وكسي أقوم كر صدان أي مرك أي إلهي سبحانه وتعالى تسي طوام كامرك وعيري وإيموقت ثم حدثنا هذا نوح من غور رمي عن رفع الأمانة أمانة إن لكريالي أمانة ذاس ليري وحي قلوب تيكو جرتال ليري aya la kor yeelay wala rafcinayadana wala la lay wala la kacaya say marka u dhacaysa marka faqala nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam yanaamu ar-rajulu an-nawma qafku sayhanaya hurdu ku sayhanaya yaani an-nawmata hurdu yanaamu ar-rajulu ninku sayhanaya ama qafki ba sayhanaya an-nawmata sayhasha ayu sayhanaya wa masdarki bas ragnaw ki wa marka fi'ilka fa tuqbadu al-amanatu amanati wa ha laga qiblonaya laga saare min qalbi qalbigiisa laga saare uu seexanaya amaanadi waa la kacaya marka hore fi asli oo fi jidri quluub rijaali ku jirta fa yadhallu marka wuxuu ahaanaya atharuha raadkeeda ilaan hadda meel jirkaaga ka mid ah hadii wax laga saro ama uun wax laga soo saaro meeshii marka waa inay raad yeelato sooma ilaan qaliin bay maraysaa meeshii amaba meeshii waa maaragtay irbad baa lagu duray waa raadku muuqanay dhiigyar marka laga soo qaado raadku ka muuqanay saacado sooma fayadallu atharuha raadkeedu wuxuu noqonayaa mithl alwaqt raad yar baa ka muuqanay in meeshaas amaana ay ka soo baxday baa muuqanaysa thumma yanaamu an-nawmata hadana hurda kaloo seexanaya fa tuqbadu al-amanatu amanadi waa laga qibloonay waa laga saaray min qalbi qalbigiisa laga saaray fayadallu atharuha raad keedu wuxuu noqonayaa mithl athar al-majl sida hambaluulo qoo kale oo maxaa laga wadaa qof marka uu gubto dab markuu qabsado soo meeshii ma yeelanayso soo meeshii biyo ma galayaan marka hambaluulo qaasiyo meeshii biyaha ay galayaan ayaa laga hadlayaa marka waa meeshu English blister ka dhaho meeshu waxay noqonaysaa meel blistered ah oo iyadu hambaluulo ah oo biyo ay galayaan ka jamrin oo kale sida dhimbil taasoo daxragtahu calaa ridlik lugtaada aad marka saa ugu dilindilaysay fanafida aw fanafida marka ilan marka jamradii waa dhimbil daba ka waran haddaad lugta saa u saartid fanafida markaasay meeshii soo baraysa fataraha waxaad arkaysaa munbatiran meeshii oo kacsan walaysa fiihi shay waxna kuma jiraan dhimbil daba haddaad lugta saaratid meeshii waxaad arkaysaa lugtii marka bug soo tiri waxna kuma jiraan hadda hadii hambaluulo qaad inay ku xanfafto oo xanuun ku keento mooyaan laakiin hadda hadii la saro wax dhiigo ka soo baxay wax ku jira markaa malaha saasoo kale noqonaysa bu thumma akhada wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qaatay xasaatan quruur yar fadaxrajuu calaa ridli marka quruur xasu nabigu wuxuu rabaa inuu tusaale inoogaga dhigo marka dhimbisha dabka ah la soo qaato oo qofku lugtu saa u saaro ayuu wuxuu ka dhigayaa
يعني قرور حاسو مركو وحو كان ديجايا انو يهدين بشي دبك اهاي يقفك لقط اساري وكان ديجايا مركو صاصو كان ديجايا مركو صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون ضدك وحين نقل مركو ضد وحكا لقاتا بيع مشتركي بها سعاني ترانساكشنز كو سعاني ضدك وليس دحق ليا لكن فلا يكاد احد يؤدي الامانه قف امانه ذا جذنينا هنا اللي هيلين باي مركو حاليس قطه فلا يكاد احد روح سيجي مركو عملها يؤدي الأمانة أمانة دين الجدنية حتى يقال هي روح على الجارة أمانة ذا مركا لوايو إلا ليرى إن في بني فلان ري فلان رير كاس قبيل كاس جيلب كاس ضدك الديغان كادغن رجلا نبا كجر أمينا من آمنة أنا ضدك نادر النقطان ورهبل رير كاس ديغان كاس ما أشياء سديل الآلو وحجوغا نن آمنة حتى يقال للرجل إلا لقار هار قفك الإرادة ما أجلده وقفك كان أضيق بدنه ما أظرفه ورلوك بدنه ما عقله ما عقل بدن ولا لي يا بلي ورنك كان ما أنت يعني هار إنه شلمات كله دي بولي وهاي وواحد كود دي بن وسوع اليوم وح اللي وقى ما نفكر ورنك كان أذي كيس بدن ورنك كان هار كان وقدرت كوب اللي يعبي على الله يا مركا نين أفركم اللي دي بتسوع اليوم إنين أمانة لمشي هر كاس على جاره النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أمانة يا مركب ده أي ضد كوسا أمانة ولا ضل لا عيان وكل مركب أي أفرت الجيس أي وغير كين أمانة صار له ميسي وما في قلبي سكمجره مثقال حبة الله كدي حبض من خردل جيت خردل كا وحوير ومن إيمان الله كان صار له أمانة يا يعني وح إيمان الله ولقد أتى علي زمان وليه وحل حذيفة وقت بأوي من وما أبالي أيكم بايعت وأنا كلا جعلين وأبي يلين مد إذنك إذن كمل هدام بيع الله قاله لإن كان مسلما هدو مسلم يانا دي بيقوم هين أو ليردنه علي دين ليردنه علي دين دين كيس إيش عين وقف دين ولإن كان نصراني انت هدو يهي أو يهودي أو يهودي يهي ليردنه علي ساعيه وحا إيش عين وضايا كبقبيل كماشي جوله وذكي سيسو علني أما اليوم صوما فما كنت أبايع منكم من إذنك إذن كمل أن هشيس لقل يملها إلا فلان وفلان هبلي هبل مريان هير كاسان قارب ولي متفقون عليه مركا أما نضو سيدائنا نقول حديث كما حديث يعني حديث حذيفة مشهور رنتي واقع ما أنت أن كنت لنا كتر جمعي إن ما أنت واحد آمنت لوايو وذات إوار الله وحل آمنه إن لوايو وأفرتي روح دين كلمو شيقي إن آمين بوي إن لقارو ولينا أن لأن خير باب اللي جرايو قوانين إن كلا قبطاء جستو حوغا حشاد إي سريك باب جيرو ولي إيمان بندن بين لكن سيدو عالم كوسي سعودو سيدو كوسي سعودو وحلا آمين إن لوايو أما إن لقار هاركا بين نعدون تا لكن حذيفة حاجي وقتي وكهلي وقتي وجوه ليه أما اليوم فما كنت أبايعا إلا فلان وفلان وقتي غسو إباحش مركب بالله بطي قوله جذر بفتح الجيم جيم كلا كردغو وإسكان الذال المعجمة ذلك ودي بعيسانة أولا الرياب جذر أولا بها وهو أصل الشيء وشيء أسل كيس بضانا وحا وحتى مركب نحوها لاستعمال جذر الكلمة على تمام جل كلمة ماشي كتب مركي ظهر هل كان لجسو إيرانية وماشو إنجليزي جرن والله كلمة ماشي كتب أصلهام والوقت والوقت كلمة وقت أنا بالتاء المثنى وتاء لبعض بعلق صار من فوق كر لق صار أي الأثر اللي يصير ورات كير والمجل بفتح الميم ميم كلا كرديو وإسكان الجيم يجيم كوالا الربا مجل ليراد وهو تنفط وبرر في اليد جعنت كو إيمان وإن حوه حيلا مذا من أثر عمل قف مكو شقت بضان مركة حرق ساء وسو جديد أو كذا وحوغا مركة جعنت هذا أي وحرق أي مركة راد وراديو كاسو كالا لقم مجل كي وغيره وباشو مبلو الغير إيراتو قوله منبترا أي مرتفعا كريا كر نقطه باشي صبرت ساعيه أي الوالي عليه قفك مسؤول كك عربان يراد دون نصراني يهودي هنا
meelaan uga hagaagaan aqaano adare sacid waxyiga soo meesha dhihi lahayd mathalan maadam in shalay qaato reerkiisa aan aqaani halka uu heybtiisa iyo meesha aan u raasan lahaa anaa garanay meesha ka dhihi lahayd wey. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما لبس صحابي علوس بحديث يعني سجود تجاه دوغو لبس حل جوري قال إني لهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال أحيي يجمع الله تعالى إلهي يجمع الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى وحو كل منيا الناس ضدك أي كل منيا فيقوم المؤمنون مؤمنين تيا مكة استاجي حتى تزلف لهم الجنة إلى جنة لو وصل دوي جنة لو وصل دوانيس فيأتون آدم نبي آدم بيقول من يعني صلوات الله عليه إلهي حريصي سأل الله الدنيا لا فيقول المركوح كله يا أبانا أبهن آدم استفتح لنا الجنة جنة نوفر فريتان كده نوضل إن إلهي جنده ونوفره هذه النوع ضلب وما أردت مسؤول لك النقل. فيقول النبي آدم مركوح عليه وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم وجنده مركوح معي إن كسو صار وحانا نهاي أبيه قف وقلي يعني قف عن أني قلي أم باش شلب الجنده لأن كسو دات قري أنت لكن كم بالله باب بولي وكعدوا بتارني لست بصاحب ذلك أرن كأرن قف صاحبه oo shuqulka shuqulkayga maaha howl aniga aan ka bixi karo maaha marba haddii shalay inaad dannada ka soo baxdaan aniga aan sabab u ahaa hadda inaan maanta aan in hor galo oo aan iraahdo dannada ha loo furo awlaaddeedu waxaan samayn kara maaha idhabuu ilaa bani ila bni ibraahima khaliilillah wiilkaygii ibraahim aada oo ilaahay wadaygii ahaa qaala wuxuu yidhi fayatuuna ibraahima nebi ibraahim bay u imanayaan فيقول إبراهيم نبي إبراهيم مركي أرنك الله بندقه أو لويديو استفتح لنا الجنة مركي الله اسمه حليل لست بصاحب ذلك أو شاه شيء ما إنما كنت خليلا بانا لكن من وراء وراء كلمة ده من وراء وراء مركي وفصير يوم الإمام النووي حقا بدنا هذا اللي أنتم نو شيء أنت إنك فاصل كل شيء يا صحيح مسلم كشرح عيسى يعني هو ربنا يقول هذا أنا وذي نماذج ذو ومن وراء حجاب من وراء حجاب أمرك لا لها اللي أنا إلى حجاب أن أدحي لكن وكلم الله موسى تكليما أنت مباشرة إليه هذا يعني وحن أدحي جبريل بأن أدحي جبريل بفرنت اللي موسى ديبي أنا مرك وحي إيماني لكن نبي موسى ها نبي موسى أي إله سبحانه وتعالى سي دارت أولها الله اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما هذا نبي موسى إله سبحانه وتعالى والله الله لكن أنا من وراء حجاب أنا مرك الإله اللي جبريل بان نود حي رسول صلى الله عليه إله أني إله سبحانه وتعالى جبريل بان نود حي لكن موسى إلهي لو مد حي مرك موسى قالها موسى هذا أنا طيب معناها سواء معناه مرك وتنمام بيو الإمام النووي في وقت بسط أما إنه كوضع مثلا هذا الكورس من وراء ذلك لست بتلك الدرجة الرفيعة درجة أصل الرئيسة أنو جارسين إنسان أنو مجارين هوشة وحقيقة لأن موسى قال معناها سوء ماشي أدوات كده هلا دفع صومالي هان هوشة صعب أنا جين تنجرا قال هل دتك يعني هرد عصير كم تجرا أنو حنا دتك قال هل لقى شيء قال يعني بوس كسر ليس كهرب كم تجري ما شاء كده هلا يدور لكن نقول إبراهيم تواضع بكتها هوشة هو أنا جه هوشة إذا ماها وهوشة هو نبي موسى ولا تكتان هن نقطة ولا عمدوا وقصد إلى موسى الذي كلمه الله تكليما إله إلى الله فيأتون موسى نبي موسى بمن فيقول اسنحوا لي لست بصاحب ذلك هوشة هوشي لما أنو صاحب وما هي أرنكاس اذهبوا إلى عيسى عيسى آذى كلمة الله إله كلمة عيسى آهي وروحي روحي عيسى هذا فيقول عيسى عيسى مركو لست بصاحب ذلك هوشة أنو شقكم لي فيأتون محمد نبي محمد بمن أمرك فيقوم النبي مركو يستاجي فيؤذن له الله إدميا والله أقرانيا هل الله سعده كان مركو وترسل الأمانة أمانة دي على صادريا إي والرحم إي القرابة دي أمانة دي أو شكل أسميسا إي قرابة دي أو شكل أسميسا الله مخلوق على صادريا
فيقومان أماندي إيو رحم كيو قرابدة وحي استاغيان ها جنبتي الصراط يمينا وشمالا صراطك لقد قيامه نارتا كد ليال وبوندو نارتا لدول ساروي أي اللبادة جيسك الاستاغيان أمانة هل كاسي استاغيسا رحم كنا كاسو استاغيان فيمر أولكم نبي مركو في صلى الله عليه وسلم إلى مركا صراطك يوم القيامة إلهي نبع فيه وبوندو صارا يعني سيدا بوندو ولكن لكن بوندو ما كارسي سنة محايلة بل وحال يروحو كدقيق سيها تنت مركا لك الله ووحاد حتى إيش إني قواتي هذا كتب وحنا لتلمع وخاصنا برايال كلابيب وقفك مركو سأوجد ببرتاس برتاس مركيبة سو رفصانيسا وضدكم مركا حالا كم بيكون بيان هل كان مركا حتى أجن الرحم هل كان حتى أجن الألمان نبي يقول لكم فيمر أولكم كين أور قضتكم هلك بعيوب بدون أن عمل كود إلهي يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قف أنا مرين ملا قف لله ما سراتي حق على قمرنا يا بجفت وإن منكم إلا واردها لكن إلهي يقول راعيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كو إلهي كبقا من بدبادين كو ظالمين تن أيو جلب جلب وفدي او ساو الرمان با الله سبحانه وتعالى كود دادينيا لكن مو منك ولا بتبادينيا لكن سوا قص قص انه مر المهم نبي يقول خير مره فيمر اولكم كين اول مره كالبرق او كذا سيده هلاعي او كذا هلاع مركه و فلاش لايتنينج مركه يا واي سويفت وادب مركه وجرايا قلت حني بابي وامي بانكو فورتي اي شيء كمر البرق وسي مركه وشيء كمر البرق نقني قال في العالم تروا مياذا أركن كيف يمر سوء برق برق معناه وهلاعي ومر ويرجع أصلا نقني في طرفة عين البرقسي يعني البرقسي أي واحد أركي سان إنه ساكو جد بيسان أصلا نقني ثم قفك كحجة يمر أصو قدر كمر الريح سيد الطبيش الطبيش اللي في تركيا ما يرى ودي ذي الله مركي ساكو قدرت ثم كمر الطير ثم يمر الآخر الثالث كمر الطير سيد شمبرك شمبرو أمران شمبرو دولتان كذو القران يا إنك سو دق دق بدين هتنا مقارين هلاعي مقارين مقارين طبيش مقارين وشد الرجال ويمر الآخر كشد الرجال نينك أرد كبضان من آدم كإلهي وأبوري qofka ugu orodka badan sida uu orday oo kale hadana u gudbayo marka nabiga wuxuu yiri marka maxaa keenay tajribi ma amal dadka waxa la duraysan amaashood amalka uu amal hadduu ahaa meel sare gaarsiisan barqigaas inaad gaarta laga yaabo ambiyada iska leh amalka hadduu ka soo ka dhacay waxa laga yaabaa inaad noqotid haa sida dabaysh hadduu aanu gaarsiisan sida shimbiri hadaanu gaarsiisan qof orday ilaa waxa la gaari doonaa qof aan socon karin mid gurguuranaya mid markuu tallaab qaadaba meeshii isaga dhaca waliyada billah markaasuu nabiga haddana feer waa nabiyukum nabigiinana qaa'imun cala siraad siraadku dul taagan halkaasuu idinka dhowraya marka yaquul isagoo leh yaa rab rab sallim sallim ilaahu badbaadi badbaadi halkaasuu ka duca hinaya ilaahu badbaadi ilaahu badbaadi xataa tacjiza acmaalu cibaadi إلا مركا عماشي الضومضة أي مركا عجزي وقالو أو يعني أود مركا ما يالا نيس إلا ولا قد بإنتي فاسق أيضا عماشو أي سريسي وأي قد بين قلو حي ما نيس كتعبانا حتى يجيء الرجل إلى أوكي ماذا قف لا يستطيع السير أنا بس عنكر إلا زحفا إنه قرقورنا يمويان كرولينج ما هنا مس عنكرو وفي حافتي السراطي سراط كالسداء صال الله وهو بنيان لبيس الطرف وحا هذا كلابيب وبرأي هذا وبرها كوان كيال أو كيل بها للصورة أو كيل ومدو ماشا معرفت له تاسو معلقة كحر هذا الماش تاسو مأمورة لفري بأخذ من أمرت به قفك أمر لغسيو لرساق بقبا نيسا أضو مركي ربي عبان سانتا ولا لها ليلي كرين قفك أنا سعون كرين عمل كيس أنو جارسين أنو جارسين كرين هيركا oo gurguuranayo oo saa u siqayo oo yaaban inuu barka
زحفي إلا لدي معناه إنه قفك مركو سقي أو كلا صلك كل سقي أو كلا حالة داس وكو سعودة إلا حالة داس أي تاي أي هذا نوع سي دير كلاويب تاسا ماشا للمن أو كوحر حران كلاويب تاني أمر روح على وسي هبل مركو صومر ها هلكا كله فوق فمخدوش ضدكم مركو حي سويد ديران فما بين مخدوش مت لاوعي أو ناجي متبالي برتوي كله فتها ورفتها لكو بتبالي إيوه ومكردس في النار مد نار تلوطور الميم ضدك ضدنا وسيد البرقي وقدمنا ولا قدب قليها كذلك يمي وعماشود أن يجاري سنين هاركا أي سيد الدق دق وقول لها في الهين سراتك أيها كلاويت مركا لقى أذي يجيو بوحي أيضا نقونيا قليها مركا دعوان وبره أي كل عين ومد مركا لقطة لقوصة مد مركا للدوليلية مد مركا نقول ما بحب أجاري إيمي لكن ساعي تهدر مو بدبالي رفعت كسر هم رأي أو سك كسر برتو هاو جر جرت لكن at the end وحب أجاري ماشي وربي أو بو قدب لكن مدو حاجة ومكردس ومرك الوردي هل كان كتيم بنايا وماشي كشلون في النار والذي نفس أبي هريرة بيده بان كل دارته أبو هريرة نفس الديسة ربي جاي عن تكدتان كل دارته إن قعر جهنم ماشي اللي وكل إلى ليه إن قعر جهنم جهنم أركي له روسي لسبعون خريفا تضبعتا سنة الله صعدة تضبعتا كالسنة ما كان مقشد سنة ده الإسكو أردي سمو وشالي عيدة هاي رمان تن عيدة معهم سد هذا بقول اللي هنا كمان الموت لأنه إن وإن يوما عند ربك هل ما لنا عند ربك كألف سنة مما تعدون كن سنة ودي كتابي معناه مركا ما المها صالة جهل ليه مركا تضبعتا كان مركو سعانا كله في مكون كله فوق قوله مركا وراء بالفتح فيهما والله لقر بقيه وقيل وحل بالضم بلا تنوين وراء ومعناه لست بتلك الدرجة أنه درجة مجانوي وهي كلمة وراءه تذكر للشيء على سبيل التواضع قف مركا يسألون دقيقة أنه كبر مركا أنه موجين وراوشان أني كما بحكر ويضع مركا مقام كيس أصرعي الإمام النووي وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم معنيه ده عن كسر فهفعي شرح صحيح مسلم ك بركة شرحي والله أعلم هل كاسم كويس تاجن حديث مديري هاي وإلى هنا وبالله التوفيق.